بنهاية عام 2022 تحركت مياه المفاوضات الراكدة بين صندوق النقد الدولي والقاهرة، فحصلت مصر على قرض رابع شريطة التزامها بخارطة إصلاح اقتصادي، كان أول شروطها استمرار تحرير سعر صرف الجنيه. خلال 6 سنوات تعرضت العملة المحلية لما يعرف بالتعويم، ما ارتد بآثار قاسية على المواطنين وخزينة الدولة. عندما يتم تخفيض قيمة العملة ترتفع تكلفة الواردات، وهذا يؤدي لزيادة في الأسعار. لقد تخطى التضخم في مصر حاجز 20%، لكن دعونا لا نغفل أن جزءاً من هذا التضخم له علاقة بزيادة الأسعار عالمياً بعد الأزمة الأوكرانية، وهذا شكل عبئاً على النفقات الحكومية في مصر. تخفيفاً لذلك العبء، أوصى صندوق النقد القاهرة بمزيد من الانضباط المالي الذي يشمل تخفيض النفقات، لا سيما تلك الموجهة للمشروعات الكبرى. على الرغم من الإشادة الدولية بالإصلاحات التي كانت جزءاً من اتفاق صندوق النقد، ضخت الحكومة المليارات في مشاريع البنى التحتية، وبينما كانت هناك حاجة لبعضها، تعرض البعض الآخر لانتقادات باعتبارها مشاريع للتفاخر، ومنها بناء عاصمة جديدة خارج القاهرة. لكن وصفة الانضباط المالي شملت أيضاً ما يمس رجل الشارع، فقد طالب الصندوق بإعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والمحروقات، مع التوسع في تقديم إعانات نقدية مباشرة لملايين الأسر كضمانة تعرف بشبكة الأمان الاجتماعي، ضمانة يصفها بعض الخبراء بالقاصرة. صندوق النقد طلب من الحكومة تقديم دعم نقدي 5 ملايين أسرة، أي حوالي 20 مليون شخص، لكن خلال عام 2019 قدر البنك الدولي أن 60% من سكان مصر، أي 60 مليونا، إما فقراء أو قريبون من خط الفقر. إذن فالصندوق يستهدف ثلث هؤلاء فقط. إذن أنت تتحدث عن 40 ل50 مليون شخص هم بحاجة إلى دعم لا يتلقونه في الوقت الذي سيتم خفض الدعم أكثر في هذا البرنامج، وهذا تصرف غير مسؤول. في الحلقة الثانية من هذا التحقيق، برنامج الحرة تتحرى يواصل فتح ملف القروض المصرية من صندوق النقد الدولي. هل ساهمت شروط الصندوق في زيادة معدلات الفقر في البلاد؟ أم أن سياسات التقشف وخفض الدعم كانت المحرك الأساسي وراء مشكلات الغلاء والتضخم؟ ولأي مدى كانت برامج المساعدات المالية كافية لتخفيف حدة هذه الأوضاع؟ أود أن أؤكد مرة أخرى أن نية الحكومة المصرية في إطار البرنامج هي تحقيق التوازن بين خفض حجم الدين دون المخاطرة ببرامج الدعم الاجتماعي. في الواقع الهدف هو توسيع تلك البرامج وبدعم من صندوق النقد الدولي. في بعض الناس بتتحدث عن اشتراطات الدعم مجحفة أو غير مناسبة لمصر. أبداً بالعكس، الصندوق بيحث إن إحنا نزود الدعم بتاع النقدي الموضوع للفئات الاجتماعية المختلفة عشان نقدر الضرر اللي هيحدث للناس من خلال زيادات الأسعار يقدر الدعم النقدي المباشر يعوض الناس عن هذا، عن انخفاض قيمة الجنيه وعن المشكلة. إذن هي الفكرة كلها مش في إنك عايزة تخفضي الدعم، الفكرة كلها إنك نفقة تبقى نفقة كفء، نفقة كفء يعني الدعم يصل فعلاً لكل الناس اللي محتاجاه. بعد أقل من شهر من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه،
شرعت الحكومة المصرية في تبني علاج فعال لأزمة اقتصادية تفاقمت منذ اندلاع ثورة عام 2011. كان أول الإجراءات تخفيض عجز الموازنة بإلغاء تدريجي لدعم الدولة لقطاع الطاقة والمقدر حينئذ بنحو 150 مليار جنيه. هذه الحكومة مش ضد الفقراء، هذه الحكومة تعمل فعلاً على أساس نصلح الدنيا. الوقود والكهرباء 51 مليار، وانت واخد بالك ال 51 دول ما كانوش موجودين، يعني كنت هتروح تستلفهم، خد بالك هتستلفهم بفوائدهم ومش هتعرف كمان تسددهم. لكن ووفقاً لباحثين، كان المساس بدعم الطاقة بمثابة تحريك لأولى قطاع الدومينو، ما قاد لموجات من التضخم وارتفاع الأسعار لم تترافق وقتها مع أي مبادرات حكومية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً. جميع الأسعار ستزيد بحوالي 30% في المتوسط في الشهور المقبلة. 1,500,000 شخص جديد سيقعون تحت خط الفقر بسبب زيادة الأسعار، خاصة مع عدم تطبيق إجراءات لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي بالتزامن مع رفع الأسعار. وهو ما حدث بالفعل، فقد أظهرت إحصاءات رسمية ارتفاع نسبة الفقر من 26 إلى 27% تقريباً خلال عام واحد. حينها ولتدارك هذا الارتفاع وفي سابقة أولى، أطلقت الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي برنامجاً للدعم النقدي المشروط، مبادرة تكافل وكرامة. يعد برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري، وهو برنامج لشبكات الأمان الاجتماعي أطلق في عام 2015 بدعم من برنامج للبنك الدولي تكلفته 400 مليون دولار. لكن سياسات التقشف والإصلاح الداخلي لم تؤتي ثمارها المرجوة، ففي خريف عام 2015 شهدت مصر حادثاً إرهابياً أعادها خطوة للوراء، بعدما تسبب سقوط طائرة روسية في أجواء سيناء بتراجع كبير لإيرادات السياحة وصل لخمسة مليارات دولار عن العام السابق. لجأت القاهرة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي كان مشروطاً بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية. عندها تضاعف الأثر على المواطنين بتضخم وصل منتصف عام 2017 لأكثر من 34%، الأعلى في مصر خلال ثلاثة عقود. السكن بكام؟ علشان شاب يبقى لسه متخرج وعايز يبدأ حياته، هيبدأ منين؟ هيجيب منين؟ لو اتوظف في أي وظيفة بعقد لمدة سنة أو سنتين هياخد له كام؟ 3000 جنيه؟ طب إيجار الشقة 1200 جنيه و1700 جنيه، إيجار الشقة، هيدفع مية إيه؟ ونور إيه؟ وغاز إيه؟ وهيركب مواصلات إيه؟ النهاردة أقل تذكرة أتوبيس 5 جنيه، يبقى هيجيب منين الشاب؟ كان الله في عونه. توم غالي، بصل غالي، طماطم غالية، بدنجان غالي، مية غالية، غاز غالي، يعني نعمل إيه يعني؟ كهرباء غالية، الناس ماشية تكلم نفسها. إذا نظرت إلى ما يعرف بمؤشر مديري المشتريات، وهو مؤشر يدرس وضع شركات القطاع الخاص في سوق ما، لوجدت أنه في تراجع مستمر داخل مصر، والسبب ضعف الطلب المحلي. هذه نتيجة بديهية لتراجع قيمة العملة، والتي تنهار معها القدرة الشرائية لمستهلكين يتآكل دخلهم بسبب التضخم وزيادة الأسعار. رغم ذلك،
مضت الحكومة قدماً في خطتها لإعادة هيكلة الدعم واستمرار سياسة تحرير سعر الصرف، خطة لم تشمل زيادة مساوية في أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. احنا في عندنا 30% تحت خط الفقر في مصر، يعني تقريبا 30 مليون مواطن. ال 30 مليون مواطن دول انت بتتكلمي تقريبا لو انت قسمتي على 4.2 من متوسط الاسره، تقريبا عندنا 7 مليون اسره. احنا بنتكلم في فكره ايه؟ لو انا كنت بدي مثلا ل 2 او ل 3 مليون اسره دعم نقدي تكافل وكرامه، هل ممكن اضيف 400,000 او 500,000 اسره ثانيين؟ واحنا كمان طالبنا من الحكومه في بعض الاوقات احنا نزيد الدعم النقدي المباشر ده بدل ما يبقى 400 جنيه و450 جنيه، احنا ننتقل بيه اكتر من 600 ل 700 جنيه نتيجه طبعا انخفاض قيمه الجنيه في المرحله الحاليه. في اطار الاتفاق الذي ابرمه صندوق النقد مع القاهره في نهايات عام 2022، حثت المؤسسة المالية الدولية الحكومة المصرية على التوسع في الدعم الاجتماعي للفقراء. ستوسع السلطات المصرية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة لتغطي 5 ملايين أسرة بنهاية كانون 2 يناير 2023، كما أنها ملتزمة بإنفاق 153 مليار جنيه على الأقل في موازنة عام 2022-2023. وإضافة لذلك، ستمدد السلطات مظلة الضمان الاجتماعي لتضم 50 مليون شخص بنهاية عام 2023. تحركت القاهرة لتلبية طلبات الصندوق، فأعلنت رسمياً زيادة عدد الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل وكرامة إلى نحو 5 ملايين أسرة، بالإضافة لاعتماد رأس الدولة هيكلة جديدة لرواتب العاملين في القطاع الحكومي. أوجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية: أولاً، التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1,000 جنيه شهرياً. ثانياً، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً اعتباراً من أول إبريل 2023. في الجزء الثاني من هذا التحقيق، لماذا طالب صندوق النقد الدولي القاهرة بإبطاء عجلة مشروعاتها الطموحة؟ ولأي مدى استهلكت تلك الأعمال المليارات من خزائن الدولة؟ منذ اليوم الأول لتوليه السلطة، أظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ميلاً لتبني مشروعات عملاقة، كان أولها قناة السويس الجديدة التي افتتحت في صيف عام 2015 بتكلفة قدرت ب4 مليارات دولار أمريكي، تم توفيرها عبر اكتتاب عام ولكن بالعملة المحلية. مصر في عقاب 2011-2013 بالتأكيد كان المناخ لا يساعد المستثمرين، ثم دخلنا في مشاكل في بنية الاقتصاد قبل برنامج الصراع الاقتصادي، الدولة انخرطت في العديد من المشروعات القومية في شتى قطاعات النشاط الاقتصادي، بنتكلم على قطاع الطرق وقطاع البنية الانشائية والعقارية، السكك الحديدية، قطاع الكهرباء بالتأكيد، قطاع البترول والغاز. احنا في مصر كان دراسات الجدوى لو انا مشيت بيها ان احنا كنا هنحقق فقط 20-25% مما حققناه. وفقا لخبراء، ادى عدم الاهتمام الكافي بدراسات الجدوى المستفيضة الى انخراط الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات عملاقة بتكلفة ضخمة
وقتما عانت البلاد من أزمة مالية حادة. الدولة المصرية نفذت مشروعات قومية كبرى تجاوزت 7 تريليون جنيه، ولكن هنا نقطة مهمة جدا، إن أكثر من 90% من هذه الاستثمارات نفذها القطاع الخاص. الدولة المصرية من خلال الإنفاق العام والاستثمارات العامة شغلت القطاع الخاص. إهدار المال العام على مشروعات سيئة التخطيط لا تدر الأرباح بشكل يضيف أعباء مالية على الدولة في وقت يزداد الفقر ليس إنجازاً، وإنما هو انعكاس لعدم فهم آلية إدارة الاقتصاد. وحتى داخل الحكومة المصرية تعرضت تلك المشروعات للانتقاد. لكن على الرغم من ذلك، يرى البعض أن تلك المشروعات قد ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد، وأبرزها تراجع نسب البطالة من نحو 13% عام 2014 إلى قرابة 7% عام 2022. أنا من أشد المساندين والمؤيدين لكافة المشروعات القومية اللي تم تنفيذها. الدولة المصرية دولة كبيرة، وإذا كان لنا أن نبتغي أرقام كبيرة من الاستثمارات علينا أن نفتح شرايين متعددة للوضع الاقتصادي المصري. وما كانش ممكن نخاطب أي مستثمر تعالى استثمر وما عنديش بنية أساسية تلبي احتياجاته لعشرات السنوات القادمة. في ربيع عام 2015 سعت القاهرة لإبرام عشرات العقود مع مستثمرين محليين وأجانب خلال مؤتمر اقتصادي عقد في منتجع شرم الشيخ، وكان شاهداً على ميلاد أكثر المشروعات إثارة للجدل. ونحن نصنع مستقبل مصر في مصر المستقبل، نتطلع إلى بناء عاصمتها الجديدة، والآن عرض حول العاصمة الإدارية الجديدة بمصر. تضم العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة خارج القاهرة أعلى برج في أفريقيا، وهرماً زجاجياً، وقصراً شاسعاً للرئيس السيسي، ما يجعلها الأكبر بين المشاريع العملاقة التي شيدها رئيس مصر على إعادة بناء مصر وبتكلفة تقدر ب59 مليار دولار. ظلت التكلفة الضخمة لتلك المشروعات وأولوية تنفيذها محل خلاف بين خبراء الاقتصاد. على مدار السنوات الماضية وفي وقت يزداد الفقر اقترضت الحكومة أموالا طائلة أنفقتها ببذخ على مشروعات عملاقة. مصر لا تحتاج إلى أطول ناطحة سحاب في أفريقيا، خاصة إذا كانت في مدينة جديدة في قلب الصحراء، حيث يمكنك ببساطة التوسع أفقيا كيفما تشاء. مسألة أولويات الإنفاق مسألة يختلف عليها دائما، يعني لا يتفق عليها يعني اقتصاديا، يعني قد الاختلافات ورد. البحث هو عن الفرصة البديلة، هل كان هناك فرصة بديلة لم تستغل بشكل جيد؟ إذا كان ثم فرصة بديلة فعلينا أن نعرضها ونقول لقد ضيعت الحكومة مثلا أو الدولة فرصة بديلة في الإنفاق على كذا أو كذا مثلا. إبان مفاوضات عام 2022 وكشرط لمنح القاهرة قرضاً جديداً، طالب صندوق النقد الدولي بانضباط مالي للفاتورة الباهظة للمشروعات العملاقة. ساهم الإنفاق على المشروعات العامة والمشروعات القومية الاستثمارية في ضغط على حسابات الدولة الدولارية، وستؤدي سياسات الانضباط والهيكلة المالية إلى الحفاظ على ثقة السوق، وكذلك استمرار انخفاض نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي وتقوية الموازنة العامة لإفساح المجال أمام الإنفاق الاجتماعي. أحد شروط قرض صندوق النقد هو ترشيد الإنفاق الحكومي، وحينما يقول الصندوق ترشيد الإنفاق فإن هذا أسلوب دبلوماسي
لقولهم إن إنفاق مصر ليس منطقياً وأنكم تنفقون الكثير من المال في وقت تعاني الدولة من ضغوطات مالية بالفعل. في كانون الثاني يناير 2023 وبعد أيام من حصول مصر على موافقة الصندوق بمنحها قرضاً جديداً، قررت الحكومة ترجمة طلبات الصندوق إلى قرار نشر في الجريدة الرسمية. فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية قطاع التمويل، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية. تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح. تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى. ما قلناه وما نقوله وما امتثلت إليه الحكومة هو أنه لا داعي للاستمرار في المشروعات الكبيرة التي تستهلك مكون أجنبي كبير خلال هذه الفترة، فترة الأزمة الاقتصادية، وبالتالي يمكن إرجائها والاعتماد على ووقف بعض المشروعات وخلافه طالما أن احنا في أزمة، والدولة عملت ده فعلا والحكومة أعلنت عن سياسة التقشف اللي بتمتثل لهذا. سياسة التقشف يراها كثيرون ضرورة ملحة في مصر التي تمثل الديون والودائع الأجنبية جزءاً كبيراً من احتياطها من النقد الأجنبي. على سبيل المثال، احتياطات البنك المركزي المصري في الوقت الحالي تتكون جميعها تقريباً من ودائع خليجية بالعملة الصعبة. إذن فالاحتياطي النقدي لمصر ليس أموالاً حكومية بالأساس، والأرقام الأخيرة تشير بوجود ودائع خليجية بقيمة 28 مليار من أصل الاحتياطي الإجمالي البالغ قرابة 33 مليار دولار. النقطة المضيئة الأولانية هو الدعم، دعم الأشقاء. رغم ذلك لا يبدو أن مصر ستتوقف قريباً عن سعيها وراء المزيد من التمويلات الخارجية لسد فجوة تمويلية لديها بلغت 17 مليار دولار، يغطي قرض صندوق النقد الأخير 3 مليارات منها فقط. من المتوقع أن يحفز القرض تمويلات إضافية بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك تمويل جديد من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى. قرض صندوق النقد الدولي بيدي إشارة طيبة إن الأداء هيبقى يعني هيمشي وفقا للشروط المتفق عليها، لكن ده لا يعني أبدا إن الاقتصادات الخليجية يعني بمجرد إن هو يشير إليها هذه الإشارة إنهم ييجوا، لأن هم عندهم برضو مصالحهم اللي بيبصوا عليها. فيعني أنا ما أقدرش أعول على إن قرض الصندوق النقد الدولي هيؤدي إلى تشجيع الدول الخليجية على أنها تقدم تمويل لمصر، وخاصة أن هذه الدول قدمت بالفعل مساعدات كبيرة لمصر خلال الفترة من 2014 لحد النهاردة. على مدار السنوات الماضية سعت مصر لتطبيق خطة إصلاح مالي بتوصيات من صندوق النقد، لكن إنفاقها السخي على مشاريع عملاقة يراه خبراء أحد أسباب اختلال المعادلة الاقتصادية، ما رفع من نسب الفقر في البلاد. وبينما استجابت القاهرة لبعض مطالبات الانضباط المالي بشأن نفقاتها، يثير سعيها وراء مزيد من القروض شكوكاً في تبدل الأوضاع مستقبلاً.